في انا بس جزء ايه، انا بعت كوبي بيست عن السؤال بتاع الاسوفجيال بليدنج، طلع فعلا الانيشيال اللي هو الفازوبرسن وبعد كده الاندوسكوبي. ممتاز. ايه دكتور احمد اسماعيل علي، ما انا عامل له اميوت اعتقد الميوت تاني. ايه يا احمد اسماعيل اه اخر مرة، بعد كده هيبقى ليك. احمد طبعا صديقي يعني من الكلية ومن قبلها، وكمان مش من قبلها بس يعني من اولها شوية. من اولها. ماشي، شكرا يا إيمان على موضوع تمام. ده بقى إيه؟ بنت ذكرها بس أنوريكسيا ويكنس بقى لها شهرين. السؤال ده مكرر من الامتحان اللي فات. نيوروبلاستوما. أيوه نيوروبلاستوما تمام صح. يلا يا إيمان. لوي. أدي لوي فودي ده ماشي. تمام ده برضه. أيوه. تمام. ده مكرر برضه. ده هي واحده جايه واحده حامل، المهم جايه عشان ايه، عندها جاستريك فلوكس، المهم يعني هارت بيرن مختصري، فالفكره سفنكتر ان تون ديكريز عشان بروجستين، جاسترو سفجير سفنكتر تون عشان بروجستين بيعمل ريلاكسيشن. تمام متفقين عليها. اخر واحده الاخيره اي ده دي ضحكتني قوي بصراحه. مصر كلها بتضحك على السؤال ده. مشكلت يا هو كمان في حد عمل سيرش عن السؤال ده بالنص وجابه من كتاب السيرجري بوكس، جاب الإجابة الموست أكيوريت المفروض سي تي، ولو مش متاح سي تي يبقى سيجمويدوس. سيجمويد أنا عملته. سيجمويد. والله سيجمويدوس. هو حتى يعني كسؤال منفرد سسبكت دايركتال انجري هناخد سيجمويدوسكوب، ده سؤال منفرد ملوش علاقه حتى بالكيس. لا السؤال قال الافضل سي تي علشان لو في انجري ما نعملش انجري للاذر يعني الاورجنز، بس بقى قال لو بس ما فيش سي تي يبقى سيجمويدوسكوب، لو في ريكتال تمام بالظبط مفروض سيجمويدوسكوب. الغريب ان هو طالما موجود في تكست بوكس يعني العالم كله بينشن. سؤال يعني سبحان الله موضوع كومن يعني. يلا يا اسماء. Present to spear Eliac for Sabine, voting she had recurrent water stem and large but less severe pain for several reason examination. She is generally tender and is just according to the left Eliac, تقريبا اللي هي perforated diverticular disease. Perforated diverticular disease. تمام. Hemarthrosis يبقى hemophilia. تمام. في كلمات كده مضيئة كده لكل كيس. بريزنت ده هنوخ على فكره ده ولا ايه؟ قال ده ما هو هنوخش ان اللاين، وانا دورت على التريتمنت بتاعها القلبين بيتعالج بايبوبروفنز، ولو الابدومينال بين شديد قوي بندي ستيرويد لو في اكيوت ابدومين. فانا هنا ما فهمتش بقى هو عايز الايبوبروفن الموست ابريشيت نيكست. انا اخدت السؤال ده يورين اناليسيس يا جماعه عشان ادور على الانفكشن بتاع الكدني. كدني طب وبالنسبه للبين اللي هو فيه حاليا انا عارفه يعني هروح ادور على بيت الكرايتيريا واسيبه بيتالم. مش خلاص عرفت ان هو هنوخ تمام مفيش مشكله. هي الفكره فعلا في الايبوبروفين او الاسترويد، بس تمام. انا ميل اكتر للايبوبروفين والباراسيتامول، اميل الاجابه دي اكتر. انا شفت انا عملتها كده برضه لانه كمان برضه يا جماعه البيربرا دي بتبقى سببها فاسكولايتس، فالاسترويد برضه بتعمل تريتمنت لل اكيد. بصوا يا جماعه هو اللي انا عارفه ان التريتمنت بتاعت الهيموكسينولاين بيربرا بندي لهم يوجوالي يوجوالي سيلف ليميتد، بس في كرايتيريا لان احنا ندي استرويدز، واحده منهم كدني افكشن. انا عشان كده رحت ادور عليها. بس انتوا صح انتوا صح ادمنستريشن فايبوبروفين الاول. هو انا جبت التريتمنت بتاعها، هو قال في حاله البين الارثرالجيا بندي ايبوبروفينز، وفي حاله الابدومينال بين لو معقول بندي برضو ايبوبروفينز، لو سيفير اللي هو اكيوت ابدومين بندي بقى سيستميك استرويدز.
تمام. ولو في هو ما ظنش ان الحاله بسيفير يعني كيدني لو في كيدني افكشن زي ما جلال قال كده، هو ما ذكرهاش في الكيس، فاحنا هنكتفي بالبين يعني. طيب خلاص طالما كده يبقى اي بي بروف ماشي. الله اعلم. تمام الله اعلم، بس يعني كلامكم فعلا هي مش شايفها سيفير يعني. اوكي يلا يا جلال. اللي هي الرابيد الينستريشن فور اي حد بيشرب اي حاجه الكالي او اسيد وجدير بالذكر ان يا جماعه مش معنى ان حد يشرب اسيد اديله الكالي عشان ده ثيرمو رياكشن كده انا عملت قنبله جواه ف اي حاجه ميه. سؤال مكرر في الفكرة مكررة في الامتحانات اللي جت قبل كده. السؤال ده هو من النماذج بس كانت الإجابة هناك كابو فوتر وكان درينك لينر برضه. تمام في ريكولر بين في الكونتراكشن فور انكريزنج التست الاكزامينيشن كورد برولابس. كورد برولابس كورد برولابس مع بريتش او نازل فوتلينج بريتش فوتلينج كورد برولابس اكتر حاجه ممكن تكون موجوده كورد برولابس. طب هي نشوى بتقول ما فيش صوت، معلش هسال الباقيين في صوت ولا لا؟ الناس سامعانا؟ انا سامع على الاقل السبيكرز كويس جدا يعني. في تمام في صوت في تمام. اوكي تمام. انتوا خدتوا ايه بقى كورد برولابس؟ واضح ان كيد ايوه تمام عشان اصلا الهيتشنج الموست كومن. انا دي انا جبتها غلط بس دورت عليها بعدها كورد برولابس هي الاجابه الصح. هي جت تقريبا في امتحان شفتها قبل كده. ايوه هي موجوده نفس الفكره يعني مش بنفس هو لو قال بريتش عادي لو قال بريتش عادي بتبقى افتر كومينج هيد، انما الفوتلينج اشهر حاجه معاه كورد برولابس. الفوتلينج نفسه كورد برولابس. تمام حاجه اتريزيا حاجه كونجنيتال هو لسه صغير كمان فتظهر بدري شويه يعني بيلياري اتريزيا بس ما بتظهرش ادفيرس بتظهر في خلال اسابيع. تمام بالظبط. طيب اوبستراكتيف هي الوحيده الاوبستراكتيف فيه. تمام البوليدكال برضو انا واخدها هي رجحت علشان الكونجينيتال بيلياري اتريزيا هو سنه لسه بيبي لسه نيونيت يعني يعني بتدعم شويه. تم الكوليديكال سيست برضو يعتبر بس هي انا اخترتها بيلياري اتريزيا برضو. حد فاكر طيب المشكله ان برضه الكوليديكال سيست كونجينيتال كانت بيبقى تقريبا اظن الكوليديكال سيست مع سندروم الفرق ما بينهم في المده تقريبا يعني عنده ممكن تكون دي ادفيرس لان الاتريزيا موجود نصا ان هي بتحصل بعد اسابيع مش ادفيرس. والاتريزيا بيبقى في افكشن على الليفر برضه مش بيبقى اوبستراكتيف في الاتريزيا هي اللي صح اوبستراكتيف بس مش اوبستراكتيف جوندس قدامنا دي كل الداتا. طيب كل احنا اخترناها بيلياري اتريزيا بيلياري اتريزيا. ask someone the before you start CPR. Call for help اول حاجه. تمام تمام حد يشوف انا دكتوره يا جماعه 56 سنه جايب من الابدومن صح شويه اظن بلاد بريشر. هو انا ملت ان هي ريتيرن بريف ادور على البريفرال بالص. تمام تمام ده اللي انا يعني ايه اخترته في الحل. انا اخترت سنترال بالص. هو اللي انا اخترت البريفرال او سنترال. انا علشان قبل كده كان في سؤال بيقول الديتيرمينانت بتاع الفلويد ريسوسيتيشن لحد ايه وده بالسنترال فينوس بريشر. فايتس كايند اوف كلوز بريشر. بريشر احنا عشان نشوف الشوك درجه الشوك بتاعتنا. ما انا فاهم انا قصدي اللي هي ماي 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 ميجرنج ستيك لازم يبقى حاجه سنتر. ده اللي انا فهمته مش عارف ده صح ولا غلط بس اكيد بس مش معقول انا فاهم من السؤال ان انا هقيس السنترال فينوس بريشر. لا مينتيننس انا حيرتني بصراحه المينتيننس ان انا مش عايزه هو يعني انا لما دورت على السؤال ده قال انه ان التارجت بتاعي منتين التيشو فايابيليتي او تيشو برفيوجن.
بالظبط. السؤال ده كان جاي كده فعلا في النماذج وكانت اجابته تشي بيرفيوجن، بس مش بالظبط عارفه بقى انهي من دول تنفع فيها. ما هي دي اللي انا اعتمدت عليها، ان انا ادور احس البريفرال بالس، يعني ده اللي انا بس فكرت فيه التشو بيرفيوجن مش هي البريفرال بالس، يعني بالظبط. يعني التشوز اللي انا بهتم بالبرفيوجن بتاعها الكيدني والبرين والهارت. مش ما اقصدش كده، انا اقصد مثلا انا بدور اهوت كاسكيميا او حاجه موجوده او في فلويد لوس موجود، يهمني لو في بريفرال بالس محسوس خلاص يبقى كده انا ماشي صح، ماشي في التعويض صح، ماشي في الريسوسيتيشن صح. لا بس انا مش برايي عارف يعني، احنا يعني في اي كيس بتقابلنا اول حاجه بنبص عليها البلاد بريشر، وعلى اساسه بحدد انا هدي فلويدز ولا لا، يعني على اساس البلاد بريشر دايما بنحدد هل احنا في شوك ولا لا. فمتهيألي حتى كان السؤال اللي بيقول اول ساين تتغير في الشوك كان البلاد بريشر. ألا نبيل؟ Are you sure about this? No. Oh, blood pressure is a bit late. إيه؟ حد بيقول إيه بريفرال بلود يبقى سنتر؟ هو أول حاجة بتتغير في الشوك هو البلس، بلس ريت بيبقى فيه تاكيكارديا. البلاد بريشر بيتغير في الدرجة الثانية مش في الثالثة. بياخد وقت. لما بيبقى 30% فوليوم لوس. بس الفكرة إن هو احنا الجول بتاعنا في السيستوليك بلاد بريشر مش بيبقى 120 ل 30، هي دي الفكره يعني، مش الفاليو دي. I can exclude، I can safely exclude this option. المينتين جلاسكو كوما سكيل فور شور لا، ما اكسكلود ذس اوبشن. فاحنا كده فاحنا كده ما بين ريتيرن اوف بريفرال بالسز ومينتنس اوف سنترال بالس وبالس ريت اوف 100. هل البالس ريت 100؟ لا طبعا ما اعتقدش، نورمال عاديه ولا لا؟ لا مش لازم. تمام، يبقى احنا كده ما بين ريتيرن اوف بريفرال بالسز ومينتنس اوف سنترال بالس. بالمنطق اللي كان في حد كان كاتبه في الشات منار، البريفرال جود يبقى سنترال كويس. المنطق بتاع يعني كويس ان ده اللي احنا بنقوله. هقولك على حاجه، ممكن نسال حد من الدكاتره في السؤال ده ونبقى ننزله. ممكن حد يسال دكتور بطنه او اخترت ايه؟ طيب يعني بنشوف كده الاختيارات. انت خدت ايه يا احمد اسماعيل؟ انا خدت البريفرال بالس. اوكي، وانا كمان، بس كنت محتاره بين السنترال مش السيستوليك بلاد بريشر، بين السنترال وبين الريتيرن اوف بريفرال بالس. وانا وجلال خدنا سنترال، ايمان سلام خدت ايه؟ بلاد بريشر عادي. طب رأيك دلوقتي ايه؟ هناخد الجلاسكو مش عارفه برضه، مش مقتنعه بالبلس الحقيقي. خلاص نرجع نبص على تمام.